السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة شاس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات جي تي أونلاين. في هذا المقطع سنجرب سيارة جديدة أضافتها شركة روكستار جيمز. هذه السيارة فإنها مميزة جدا من ناحية الشكل الهندسي، رهيبة، لا توجد عليها شوائب. وبالنسبة للسياقة لازلنا لم نكتشف الأمر بعد، لأن يجب علينا شراؤها وتجربتها. وهي لكي ندخل للإنترنت، السيارة فإنها موجودة في ليجندري موتور سبورتس، وهي هذه اسمها شليجن جي تي، مأخوذة من مثيلتها مرسيدس الأم دي جي تي. سأظهر لكم صورتها الآن في الشاشة، تقريبا تشبهها 100%. وشركة روكستار جيمز فإنها دائما تغير الأسماء من أجل الحقوق إلى آخره. سنختار فيها اللون الأزرق مثل اللون الظاهر هنا في هذه الصورة، وسنشتري التراكشن عندها ممتلئة عن آخرها، البريكس لا بأس بها صراحة من ناحية البريكس، الأكسيليريشن كذلك، التوب سبيد، جميع تلك الأمور سنضيفها إن شاء الله أثناء إضافتنا الأبجريد. سأضعها في الأرينا البي 2 وسننتظرها الآن حتى تأتي، بعدها سأعود لكم. آخر سيارة اشتريناها وجربناها هي هذه، اسمها الجروتي إيطالي جي تي أو، مأخوذة من سيارات الفيراري كما ذكرت لكم. ثمنها غالي أغلى بكثير من سيارات المرسيدس الجديدة، والفرق بينهم فإنه يقدر بال 550 ألف دولار، فرق شاسع جدا صراحة. وسأستغل هذه الفرصة ما دمنا ننتظر سيارة، أريد أن أشكر جميع الأصدقاء على الدعم الرهيب في القناة، تحياتي لكم. وكذلك فضلا منكم وليس أمرا مني، هذا الأمر خاص فقط بالأشخاص المشتركين في القناة، أرجوكم فعلوا الجرس، لأن اليوتيوب مؤخرا لم تعد ترسل المقاطع للسب بوكس، يعني أنها لم تعد ترسل المقاطع للأشخاص المشتركين، وهذا فإنه يؤثر كثيرا على القناة. وإذا شاهدت اليوتيوب بأن العديد من المشتركين لا يضغطون على المقاطع فإنها لن تظهر لكم الفيديوهات، ولقد لاحظتها أنا كذلك مشاهد عادي مثلي مثلكم. بعض من القنوات التي اشتركت فيها لم تعد الفيديوهات الخاصة بهم تظهر عندي، لأنني توقفت مثلا عن مشاهدة آخر فيديوهين أو ثلاثة فيديوهات من تلك القنوات، فإن اليوتيوب أوتوماتيكيا اعتقدت بأنني غير مهتم بتلك القناة، يعني أنكم أنتم كذلك إذا لم تشاهدوا مقاطع الأخيرة فإن اليوتيوب ستعتقد بأنكم لستم مهتمين، بالرغم من أن عندي العديد من الأشخاص المهتمين بلعبة جي تي اي 5 خصوصا. لهذا السبب فعلوا الجرس، ستصلكم جميع المقاطع ولكم حرية الاختيار، اختاروا المقاطع التي تحبون أن تشاهدوها. المهم هذه السيارة اللون الأزرق فيها لم يعجبني صراحة كثيرا، لأن اللون الذي أحبه فإنه هو الأسود والأحمر. شكلها الهندسي جميل جدا، الإكزوس عندنا إكزوسين هنا مجتمعان في الوسط، جماليتها لا بأس بها صراحة وخصوصا في الأمام، مدهشة جدا. الآن سنأخذها وسنضيف لها جميع الأبجريدز، سنضيف لها الأرمر، سنضيف لها كذلك البريكس، بعدها سنضيف لها البامبر. هذه الأمور فإنها عادية جدا، أنواع البامبرز ليست كثيرة وليست مختلفة كثيرا، أعتقد بأنني سأختار هذا اسمه السيكندري كومبيتيشن سبليتر. وبعدها سنأتي للرير بامبرز وسأختار الغالي تقريبا، وهو هذا 4900 دولارات، لأنني لم ألاحظ أي فرق تقريبا في البامبرز الأخرى، لا يوجد تقريبا فرق كثير. بعدها سنأتي للتشيسز، لا يوجد فرق كذلك كثير في التشيسز، لهذا السبب سنختار الغالي. نأتي للإنجن، نرفع للمستوى الرابع، نأتي للإكزوس، أفضل إكزوس يا حبيبي، واو شاهدوا الإكزوس، لاحظتم الديزاين هنا في الجانب، هذا هو أفضل إكزوس وهو الغالي، واو الإكزوس صراحة الغالي فإنه رهيب جدا. هذا الذي 83000 دولار فإن الإكزوس موجود هنا في الأمام، هو كذلك جميل، بالرغم من هذا فضلت الغالي. بعدها سنأتي للجريل، نضيف لها أعتقد أغلى جريل هي الجميلة، سنختارها. بعدها سنأتي للهود، ستريت فانت كاربن هود رهيب جدا، ستريت فانتس كذلك العادي فإنه رهيب، سأختار العادي فقط لكي نستطيع تغيير الألوان. بعدها سنأتي لللايتس، نختار زين اللايتس، سأختار اللون الأحمر. لم افتحها بعد في الارينا لانني من زمان لم العب اصلا الاونلاين، ركز كثيرا في ريد ديد ريدمشن. بعدها سناتي هنا في جميع الجوانب، النينت كالر سيكون هو اللون الاحمر لكي تكون الجماليه، لاحظتم الاضواء، واو. بعدها سننزل للليفري وشاهدوا معي عدد الليفريز الهائل جدا، ما يقارب 11 ليفري، وكل ليفري تنسيك في مثيلتها، واو عدد هائل. انا متاكد بانكم عرفتم الليفري التي ساختارها وهي هذه، واو فيها الاحمر، فيها كذلك الاسود، وفيها هذا اللون البيربل، اللون الانثوي، برغم من هذا فانها ساختارها، اعجبتني تلك الالوان كثيرا، اسمها ريد ابستراكت. سننزل الان للميررز وهي النوافذ، سنختار هنا الكربون فايبر ميررز. بعدها سناتي للبلات، بلات ستكون سوداء. ننزل هنا للريسبري برايمري كالر، سناتي للمات، شاهدوا الان، واو لاحظتم كيف اصبحت بعد ما غيرت الالوان للمات، اصبحت مدهشه جدا. سكندري كالر كذلك نختار المات، بالنسبه للسكندري كالر في امكاني تغييره فقط في الداخل، وهي لكي نختار الاحمر الدارك ريد. وبعدها سناتي للروف وسنضيف تقريبا الكربون، لم يعجبني الكربون كثيرا، سكندري رهيب، ساقوم بتغيير بسيط جدا الان وهو في السكندري كالر،
سنأتي لي لماتش مكان دارك ريد سنختار الريد العالي. لاحظتم الجمالية كيف أصبحت الآن؟ بعدها سنأتي لي سكورتس الآن، سأختار هذا اسمه السكندري ريس سكورت. نأتي لي سبويلر، هذا سبويلر فإنه كبير جدا، وصراحة أنا لا أحب سبويلرز الكبيرة. أصغر سبويلر فإنه هو هذا اسمه سمال سبويلر. عندنا ستريت سبويلر، عندنا الكاربن والكاربن ريس، وعندنا البرايمري ريس سبويلر. على الأقل هذا فإن لونه منسجم جدا، يعني لون ترين فإنه يظهر منسجم مع لون السيارة، لهذا السبب سأختاره. سنأتي الآن للسان ستريبس. واو، في إمكان اختيار يا إما الجلوب أويل يا إما الهارد ستاند يا إما البينيفاكتر، وبما أن الدول العربية فإنها معروفة بالنفط لهذا السبب سأختار الجلوب أويل لكي نساند الدول العربية في الإشهار ونقوم بإشهار النفط. الآن سنختار ريس سسبنشن، نختار ترانسميشن، وبعدها سنختار تيربو. ننزل إلى هنا ونختار الويلز. العجلات التي ستظهر مع هذه السيارة فإنها ستكون هي سبورتس كارت. سنختار ستوك ويلز. أغلى عجلة هي هذه اسمها الراف ويلد، $20,000. هل هناك عجلة أخرى أغلى منها؟ لا توجد، يعني سنختارها. وبعدها سنختار اللون، لون العجلة سيكون منسجم جدا مع السيارة، وفي هذه المرة سنغير وسيكون هو الأحمر أو السانسيت. هل هناك السانسيت؟ نعم السانسيت موجود، سأختار السانسيت. بعدها سنأتي للديزاين، نضيف لها الديزاين، نضيف لها الانهانشمنت، ونضيف لها السموك. السموك سيكون هو اللون الأحمر. ننزل للويندوز، نختار الليمون، وبهذا سنكون قد انتهينا وأضفنا جميع الأشياء لهذه السيارة، سيارة المرسيدس EMG GT. شاهدوا كيف أصبحت الآن. من الجيد أننا سنسوقها في الليل لكي نجربها كذلك ونجرب الأضواء. بالنسبة للأضواء فيها فإنها جيدة. الآن سأغير للفار. ضوء الفار فإنه يشتعل في الجانب، هل لاحظتم؟ يا سلام، ضوء الفار في هذه السيارة مدهش جدا. واو، سيارة رهيبة، لا أعلم صراحة كم هو ثمنها في الحقيقة. المهم هي أنها أدهشتني من ناحية الأضواء. الآن سننزل وسنفتح البيبان لكي نكتشفها من الداخل. يا سلام، ها نحن فتحنا البيبان. في إمكانكم فتح مؤخرات السيارة. مؤخرات السيارة فإنها مقفولة، يعني أن هذه السيارة أصبحت خاصة بالسباقات فقط، لا يمكنكم وضع أمتعتكم هناك في الخلف. هنا من الداخل، واو، جماليتها من الداخل أدهشتني كثيرا. هذه السيارة فإنها أوتوماتيك وفيها العديد من الأزرار. واو، هذه الأزرار تشبه الأزرار الموجودة في الطائرات، وهذا يعني بأن هذه السيارة طيارة وليست سيارة فقط. وهنا عندنا هذا، لا أعلم من الممكن أنه خاص بالراديو. وإذا جئنا لهذه الضفة الأخرى، هذا هو العداد. العداد يستطيع الوصول ل 225 كيلومتر. تذكروا معي هذه الأمور لأننا سنجربها في السرعة. بالرغم من أنها أوتوماتيك، نعم هذا الشيفتين فإنها أوتوماتيك، لكن عندنا هنا الكلاتش أو الأمبرياج، هذا خاص بالأكسيليريشن، المكابح والأمبرياج. لقد أزعجتني أيتها الأنسة، هل من الممكن أن تصمتي؟ أزعجتني كثيرا صراحة. المهم هذا هو المحرك، محرك المرسيدس الحقيقي، مرسيدس AMG GT. واو، محرك خطير جدا. من الجيد أن شركة روكستار جيمز سمحت لنا لكي نرى محرك هذه السيارة على الأقل. والآن لحظة الحقيقة هي لكي نجربها في السرعة ونكتشف هل فعلا هذه السيارة تستحق ذلك الثمن $1,500,000 أم لا. في الأكسيليريشن فإنها سيئة شيئا ما، وهذا هو الدليل. سأتوقف الآن، سأقلع. شاهدوا، لاحظتم، تطلب من الأمر ما يقارب الثانيتين لكي تستطيع الإقلاع. سنحاول الخروج للهاي واي لكي نجرب هذه السيارة بشكل جيد. من ناحية الدوران حجمها ثقيل، تحسون بثقلها، لكنها تنزلق شيئا ما صراحة. لن أكذب عليكم، من ناحية السياقة لم تعجبني كثيرا لأنها ثقيلة شيئا ما، والشباب الذين يعرفونني فإنهم سيعلمون بأنني لا أحب السيارات الثقيلة، أحب أن تكون ثابتة في الأرض بالفعل، لكنني أفضل أن تكون سلسة في التحكم. وفي نفس الوقت فإنني أستعمل المكابح، لازلت لا أثق في هذه السيارة كثيرا. جميل، لحد الآن لم أقم بأي حادثة سير. سندخل للفيرست بيرسون الآن. على الأقل تستطيعون التحكم بها جيدا بالفيرست بيرسون، وهذا أمر مميز بالنسبة لهذه السيارة، أمر رهيب. وصلنا الآن لما يقارب 100 تقريبا، والخمسون أو الثمانون لست متأكد. استطعنا الوصول ل 200 كيلومتر في الساعة بهذه السيارة، فإنني سأكون سعيدا جدا. 180 تقريبا، نحن الآن في سرعتنا ما بين 180 وال 200. إذا سمعتم المحرك جيدا فستعرفون بأن امتلعان آخري لحد الآن. السؤال المطروح، هل سنستطيع الوصول ل 200 كيلومتر أم لا؟ أم أن سيارة الفيراري هي الفائزة؟ لحد الآن أقصى سرعة فإنه هو 185 كيلومتر في الساعة، يعني ما بين 85 و90. لم نستطع أصلا تحدي 190، فما بالك بال 200.
محرك امتلئ لحد الان لم اقم باي حادثة سير. نعم اعتقد ذلك. بالثيرد بيرسون يظهر لكم الامر على انكم مسرعون كثيرا وستقومون بحادثة سير، لكنكم مباشرة اذا دخلتم بالفيرست بيرسون كانكم لا تسرعون اصلا. لاحظتم استطيع التحكم في السيارة بسهولة تامة، وهذه من بين مميزات سيارات المرسيدس في الالعاب بطبيعة الحال وليس في الحياة الواقعية، لانكم اذا سقتم بالفيرست بيرسون هجاتم. انا الان اطير 185 كيلومتر في الساعة يا حبيبي، الطيران استطيع التحكم فيها بلا مشاكل لحد الان لان الطريق واسع وشاسعة وفي نفس الوقت الترافيق قليل شيئا ما، لا توجد سيارات كثيرة في الطريق. وبعد تغييري فيرست بيرسون شيء رهيب صراحة، نستطيع التحكم فيها بشكل جيد، أعجبتني. الآن إذا ضغطنا على المكابح شاهدوا معي 3 2 1 تقريبا يتطلب منكم الأمر 3 ثواني لكي تتوقفوا نهائيا. والآن إذا حاولنا الإقلاع يقارب 2 ثانية لكي تقلعوا بشكل جيد. إذا حاولتم الدوران فإنها تقيلة شيئا ما، ليست سلسة كثيرا. إذا قارنتموها مثلا مع سيارات اللامبورغيني وهي الزينتورنو في لعبة جي تي اي 5 فلا يمكن مقارنة الزينتورنو مع هذه السيارة، مع العلم بأن الزينتورنو ثمنها رخيص. إذا لم يكن عندكم المال لا أنصحكم أن تشتروا هذه السيارة، شكلها مميز فعلا وجميلة، لا أحد يخالفني الرأي، خصوصا الديكورات التي يمكنكم اضافتها لها لا احد يخالفني الراي. لكنكم اذا كنتم تريدون شراءها من اجل الاستعمال اليومي فلا انصحكم، ستضيعون فقط مالكم. واذا لم يكن عندكم المال فقد تناسوا على ان شركه روكستار جيمز اضافت هذه السياره في لعبه جي تي اونلاين. لكن الان ساودعكم، اتمنى ان المقطع الخاص باليوم اعجبكم، اذا اعجبكم فلا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا مع اصدقائكم. نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.